منتابع بهذا المقطع هو انتهى الفيديو السابق. كنا عم نحكي عن آخر مساء عن استخدام طوابع الرسم. قلت بدي أرسم التابع FX اللي هو ساين ألفا ضرب X مع علم أنه ألفا تساوي 0.9. X هي رح أعطيه مجال القيم من صفر حتى باي مع تذكير أنه باي معرف ضمن الماتلاب باي. أعطيه 3.146 طبعا صيغة العرض هي شورت. رح استخدم التابع أريا X مع FX لحتى أرسم المساحة المحصورة تحت التابع F على مجال قيم X. بنتبه هون بالتعليم أو بالتابع تايتل رح شوف كاتب FX تساوي ساين، مستخدم هيدي الإشارة ألفا، بعدين متابع X فاصلة ألفا تساوي 0.9. رح أقول أنه لما عم أكتب هيدا الكتابة رح أحصل على الرمز ألفا ضمن عنوان الفيجر اللي رح أحصل آله. خلينا ننفذه لهيدا الام فايل دفعة واحدة. رح شوف الألفا كيف طلعت عندي هون ضمن التايتل. رح شوف كيف نرسم عندي على المجال من صفر حتى باي، نرسم عندي المساحة المحصورة تحت التابع FX. رح ننتقل بعد ما خلصنا من توابع الرسم، رح ننتقل إلى موضوع تعريف التوابع ضمن ماتلاب. هلا أبسط الأمثلة إذا متذكر كم مثال استخدمنا التابع سايز. تابع سايز مررت له مصفوفة رجع لي عدد الأسطر وعدد الأعمدة اللي بتحويها هي المصفوفة، وأنا بدي أعرف تابع حسب ما أنا بحتاج. التابع هو بالأخير بالماتلاب هو عبارة عن M فايل إلو ترويسة معينة. فيني إما أنشئ ملف سكريبت جديد أو M فايل جديد أضيف فيه هاي الترويسة، أو مباشرة باخد function الماتلاب بيعطيني الترويسة اللي موجودة فيه مباشرة. الترويسة هي كالتالي: function البارامترات اللي بدي رجعها من تنفيذ هذا التابع، اسم التابع والبارامترات اللي بدي مرر له اياها لهيدا التابع. لما نفذ هيدا التابع راح تنفذ مجموعة التعليمات الموجودة تحت هيدا الترويسة تحت السطر function، مع علم انه الـ end ممكن ضيفها وممكن استغني عنه. ملاحظة قبل ما اكتب مثال بسيط: لما بدي اعمل تابع لازم يكون اسم الـ M file اللي بدي احفظ فيه هذا التابع موافق للاسم التابع اللي انا عاطيه. مثلا رح اقول mySum، بنتبه طبعا انه ما يكون تابع محجوز او كعفن اسم التابع بكلمة محجوزة عندي ضمن الماتلاب. زائد بدي انتبه على موضوع انه لما الماتلاب بدي ينفذ M file بحاتي هون بدي ينفذ تابع، لازم يكون هيدا التابع موجود ضمن المسار ضمن الباث اللي انا معرف اياه للماتلاب. خلينا ننفذ تابع بسيط، مثلا راح مرره لهيدا التابع متغيرين A و B، وراح يرجع لي مجموع. الموضوع كالتالي: القيمة Y اللي راح رجعها هي اخر Y حصلت عليها ضمن الفانكشن. بحالتي هون مثلا رح اقول y تساوي a زائد b. هذا هو كل التابع عندي، رح اعمله حفظ ضمن المسار. منتبه انه لحاله عطاني اياه my sum نفس اسم التابع اللي انا اعطيته اياه هون. بعد ما صار عندي انا هون الماي سام، بنتبه انا اعطيه المسار اللي حفظ فيه التابع، صار فيني هون اكتب مثلا r تساوي ماي سام 2 3. هون ليش اعطاني y تساوي 5 و r تساوي 5؟ لانه انا هون ضمن التنفيذ ما حط له فاصلة مقطوطة، بس بنتبه على هذا الموضوع. بروح اعمل له حفظ،
أرى أنفذ الأمر مرة ثانية. R تساوي 5. برجع بنبه على موضوع إنه كل شيء ضمن جسم التابع رح يتنفذ، والشيء اللي رح يترجع هو آخر قيمة للمتغير اللي أنا عاطيه ضمن البارامترات اللي رح يرجع. مع ملاحظة بنتبه إنه الفانكشن متغير واي اللي جواته هون تم اعتباره أو تعامل معه إنه متغير لوكال. بنتبه على موضوع إنه الواي الموجود عندي مسبقا من تنفيذ سابق هو مصفوفة 1 ضرب 401 النوع دبل. الواي عندي هون هي قيمة واحدة، بنتبه إنه مضافة الورك سبيس اللي تأثر فيه المتغير اللي شافوا الورك سبيس هو المتغير R اللي أنا أعطيته إياه ضمن الورك سبيس. بنتبه إنه صار في عندي هون R تساوي 5.